الريسبيراتوري فانكشن اوف بلاد، وقلنا الريسبيراتوري فانكشن اوف بلاد كانت مقسمه الى جزئين اثنين، يا اما او 2 كارج يا اما سي او 2 كارج. كنا بدانا بالاو 2 كارج باي بلاد، وقلنا ان الدم بيشيل الاكسجين لصورتين اثنين، يا اما فيزيكال وده المزام وده وظيفته ان هو يعمل تنشن ويحفز الكيمو ريسبتور. تاني حاجه الكيميكال ده بيعمل جاز اكسشينج. اتكلمنا عن اربعه ديفينيشن: اوتو كونتنت واوتو كاباسيتي والبرسنتج اوف ساتوريشن والكو افيشنت اوف يوتيلايزيشن. ثم بدانا الاوتو ريسيشن كيرف. في الاوتو ريسيشن كيرف قلنا هو كيرف مين ومين، قلنا الجهاز قلنا شكله بيكون اس شيب، خدنا الفيزيولوجيكال سيجنيفيكانس بتاعته والضغوطات المختلفه والتشبعات المختلفه، وكنا خدنا مقدمه وسطها عن الفاكتورز. تعالوا بقى نبدا من الاول البي 50 ثم نكمل الفاكتورز على اللي احنا قلناه. ايه هو البي 50 ده؟ بيقول الديفينيشن بتاعها ده الفوليوم اوف اوتو تنشن، هو ضغط الاكسجين ات ويتش اللي عنده الهيموجلوبين بيبقى 50% ساتوريتد. وعاوز بس اقول لك معلومه عشان اتسالت فيها امبارح كتير، احنا في اي حاجه يا جماعه بنتكلم عن كم، يعني اي اماونت اي حاجه عباره عن كميه بنقول كم. الغاز كم وبنعبر عليه بكلمه تنشن، يعني لما اقول لك التنشن بتاع غاز معناها كم الغاز قد ايه. فلما اقول لك التنشن بتاع الغاز عالي ده معناه ان كم الغاز عالي، التنشن قليل معناه الكم قليل، يعني الكم في اي حاجه بنسميه اماونت، الكم في الغازات بنطلق عليه لفظ تنشن. فلما اقول لك تنشن معناه الضغط او معناه كم الغاز. تعريف البي 50 ايه بقى؟ بيقول ده ضغط الاكسجين اللي عنده 50% من الهيموجلوبين بيكون ساتوريتد. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ اسمعوا كده معايا، هو لما ضغط الاكسجين بيكون موجود بضغط معين والدم رايح بالهيموجلوبين، المفروض دلوقتي الهيموجلوبين يبدا يتشبع، يبدا يبقى 1% 2% 3% لحد ما يوصل ل 97.5%. بيقول لي ساعه ما الهيموجلوبين يوصل رقم 50% عاوزين نشوف ضغط الاكسجين ساعتها كام، وده بنسميه البي 50. يبقى البي 50 هو بريشر. حتى بصوا الكلمه بي معناها بريشر، 50 يعني 50% من الهيموجلوبين بيكون ساتوريتد. بيقول الامبورتنس بتاعته ايه؟ اتس استيميشن، من قياسه يوزد از اندكس، يستخدم كمؤشر فور شيفت الاو 2 سيشيشن كيرف، عشان يدل على الكيرف بيشفت ولا لا. كان امبارح لما قلنا الكيرف بيكون في مكان معين ممكن يشفت يمين او ممكن يشفت شمال، وقلت لك انه يشفت معناها ان الافينيتي بتتغير، لما يشفت يمين معناها الافينيتي قلت، لما يشفت شمال معناها الافينيتي زاد. اذا لما اقول لك ان البي 50 مدلول على ان الكيرف بيشفت، يبقى هو قصده ان هو بيقول لك انها مدلول على ايه؟ على الافينيتي. البي 50 ده رقم بنقيس بيه الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاو 2. النورمال فاليو بقى بيقول الريستنج بي 50 بتكون 26 ملي متر زئبق. يعني انا عاوز اقول لك ايه؟ عند ضغط اكسجين مقداره 26 ملي متر زئبق بيكون 50% من الهيموجلوبين مشبع. ده الرقم بتاع التعريف. هو تعريف البي 50 ايه؟ ضغط اقرر اقول ضغط الاكسجين اللي عنده 50% من الهيموجلوبين بيكون مشبع. الرقم كام بقى؟ 26 ملي متر زئبق. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ عند 26 ملي متر زئبق ضغط اكسجين بيكون 50% من الهيموجلوبين شايل اكسجين اللي هو مشبع. بيقول لي ات انكريز والشيفت الكيرف تو رايت. بصوا هو الكيرف لما شفت رايت معناه الافينيتي قلت، حتى تلاقيه يقول لك لما الكيرف بيشفت رايت معناه لما الافينيتي بتقل. بي 50 بي 50 نص الكلمه بتزيد، يعني علاقه عكسيه ده علاقه عكسيه، وافتكرها كده. لما الكيرف يشفت، بص بقى لما الكيرف يشفت يمين معناه الافينيتي قلت فالبي 50 زادت، امال لما الكيرف يشفت شمال الافينيتي تزيد فالبي 50 تقل. يعني في علاقه عكسيه بين البي 50 وبين الافينيتي، في علاقه عكسيه بين البي 50 والافينيتي. احنا قلنا انها مؤشر للافينيتي، العلاقه فيهم علاقه طرديه ولا عكسيه؟ لا هي علاقه عكسيه. تعالى اما اجيب لك البي 50 بقى كلها كده مدمج على بعضها بطريقه تخليك سهل انك تعرفها. البي 50 تعريفه هو اسمه بي 50، يعني هو بريشر ضغط بتاع اكسجين اللي عنده 50% من الهيموجلوبين بيكون ساتوريتد. يعني ساتوريتد شايل اكسجين. الضغط ده النورمال فاليو بتاعته كام؟ 26 ملي متر زئبق، وده مؤشر لقياس ايه؟ الشيفت، يعني مؤشر لقياس الافينيتي. ولما الافينيتي تزيد البي 50
تقل، ولما الافيه تقل البي 50 تزيد. اذا البي 50 هي مقياس للافيه بعلاقه عكسيه، بي 50 تزيد معناها الافيه قلت، بي 50 قلت معناها الافينيتي زاد. عشان كده خليك فاكر ثلاث كلمات لهم نفس المعنى عشان لو جاب لك في الامتحان. هو الكيرف لو شافت يمين معناها الافينيتي قلت، فتبقى البي 50 زادت. امال لو الكيرف شافت شمال معناها الافينيتي عليت زادت، فالبي 50 قلت. الثلاث كلمات لهم نفس المدلول يا جماعه، وده بالنسبه للبي 50. النورمال فاليو بتاع البي 50 كام؟ 26 ملي متر زرقاء ايه؟ اكسجين. العلاقة عكسية بمعنى ايه؟ بيقول لي كل ما الافينيتي زادت، كل ما الافينيتي زادت، كل ما الضغط اللي احنا محتاجينه عشان نعبي 50% من الهيموجلوبين باكسجين قل. يعني ايه؟ بصوا معنا، بصوا معنا تفسيرها بقى يا جماعة. كلها بالعربي. هتكلم بالعربي حاضر. معناها كل ما البي 50 زادت يعني انت محتاج ضغط اعلى عشان تملى الهيموجلوبين اكسجين. فمعنى انك محتاج ضغط اعلى يعني الهيموجلوبين والاكسجين ماسكين في بعض ولا بعدين عن بعض؟ لو انت محتاج تعلي الضغط عشان تعبي معناه ان الافيلت منهم قليله. طب لو انا قلت لك بقى ده الضغط اللي انت محتاجه عشان الهيموجلوبين يشيل اكسجين ضغطه قليل، معنى كده ان الهيموجلوبين بيشد الاكسجين عليه، يعني الافينيتي عاليه. فهو بيقول ايه؟ كل ما الافينيتي عليت، كل ما الافينيتي عليت كل ما احتاجنا ضغط اقل، لان خلاص في افينيتي عاليه. فده التفسير بتاعها. يبقى العلاقه علاقه عكسيه. اجابه كمان مره ونختمها. يلا البي 50 هي بريشر بتاع اكسجين اللي عنده 50% من الهيموجلوبين بيكون ساتوريت. النورمال فاليو كام؟ 26، وهي مؤشر للافينيتي بعلاقه عكسيه. اذا الكيرف شافت يمين افينيتي قلت، بي 50 زادت. الكيرف شافت شمال افينيتي زادت، بي 50 قلت. تعالوا بقى نبص على الفاكتورز افكتنج الاو تو ريسوشيشن كيرف. خدنا امبارح ان الفاكتور دي بنقسمها فاكتور شيفتنج الكيرف للرايت وفاكتور شيفتنج الكيرف للليفت. فاكرين لما قلنا يعني ايه الكيرف شافت يمين؟ يعني الافينيتي قلت. مكتوب عندك الملحوظه، انا هكرر الملحوظه تاني. بيقول زيز فاكتور ديكريز الافينيتي. ده انهي فاكتور؟ اللي بتشفت، اللي بتشفت رايت، اللي بتشفت رايت بتقلل الافينيتي. وده معناه لما اقول لك بتقلل الافينيتي، اسمع دي بقى عشان ده يعتمد على الفاكتورز. لما اقول لك بتقلل الافينيتي معناه الهيموجلوبين بيدي اكسجين اكتر ولا اقل؟ اكتر، لان الافينيتي عليت ولا قلت؟ قلت. يعني احنا يمين، بص بقى بتقال ازاي؟ الكيرف شافت يمين يعني الافينيتي قلت، فالهيموجلوبين ادى اكسجين اكتر لمين؟ للنسيج. عشان قلت لك بيشفت للرايت فين؟ في التيشو. امال لما كان بيشفت للليفت معناه الافينيتي عليت، يعني عمال يمسك، يعني هو موجود فين؟ في اللنج. اذا هو بيشفت يمين فين؟ في التيشو. بيشفت شمال فين؟ في اللنج. تعالوا بقى نبص على الفاكتورز شيفتنج الكيرف للرايت. احنا قلنا من شويه شيفتنج الكيرف للرايت معناها بتعمل ايه في الافينيتي؟ بتقلل الافينيتي، وبالتالي الهيموجلوبين بيدي كم اكسجين اكتر. انت فين؟ في النسيج. يبقى اكيد الفاكتورز اللي هتشفت الكيرف اليمين هتكون فاكتور خاصه بالنسيج. حاجه النسيج بيعملها يخلي الهيموجلوبين يسيب له اكسجين. ايه هي؟ ناخدهم واحده واحده، اقعد تفكير منطقي وانت بتبص عليهم. اول حاجه زيادة الاتش كونسنتريشن، ازود تركيز الاتش. وانا لما ازود تركيز الاتش معناه ان انا عملت حالة اسيدوزيس، معناه ان انا عملت ايه؟ اسيدوزيس. واسمع لي بقى عشان تقفل الامتحان بثلاث صور مختلفة. لو زودت تركيز الهيدروجين، الهيدروجين لما تركيزه يزيد اعرف ان معناه اسيدوزيس. هو الاسيدوزيس ده معناه بي اتش عالية ولا قليلة؟ بي اتش قليلة. وصلت لك كلمات؟ رقم واحد بيزيد الهيدروجين وده معناه اسيدوزيس، وده معناه ان البي اتش قليله. فاكر لما كنا بنقول البي اتش من 0 ل 14 النيوترال كام؟ 7. اقل من 7 اسيدك، اعلى من 7 الكالاي. هنا بقول لك بيزيد تركيز الهيدروجين، فلما يزيد تركيز الهيدروجين معناه انها حاله اسيدوزيس، يعني اقل من 7، فالبي اتش تبقى قليله. وده بنسميه بوهر افكت. بوهر افكت ده معناه اي حاجه بتلعب في البي اتش، اي حاجه بتلعب في البي اتش بنسميها بوهر افكت. سؤال هنا، هو النسيج اثناء الشغل
بياخد ايه ويطلع ايه؟ بياخد اكسجين ويطلع سي او 2، يعني هو بينتج عنه سي او 2. وبالتالي في النسيج مستوى السي او 2، مستوى في النسيج، في النسيج مستوى السي او 2 بيزيد لانه بينتج، ثم يجي الهيموجلوبين يشيله. بس انا عاوز قبل ما الهيموجلوبين يجي، دلوقتي النسيج خد مين؟ اكسجين، ونتج عنه مين؟ سي او 2، فكم السي او 2 زاد، والسي او 2 اصلا اسيدك. عشان كده تلاقيه بيقول لك زياده ضغط السي او 2، وحتى تلاقي هنا كاتب بيقول لك ايه؟ زياده التنشن، لان قايل لك اي غاز بندل عليه بكلمه تنشن، ده بيقول لك زياده كم السي او 2، زياده كم السي او 2 مكتوب جنبها بهر. هو ليه دي علاقه؟ ديت ليها علاقه بالبهر ليه؟ عشان دي بتعمل اسيديك ستيت برضه. عشان كده بصوا بقى، اسمعها اللي انا هقولها دي. النسيج بيطلع سي او 2 فيخلي المكان اسيديك، وبيزود الهيدروجين فيخلي المكان اسيديك، يعني البي اتش تقل، وده اسمه البور ايفكت. والهيموجلوبين عند بي اتش اسيديك بيسيب الاكسجين، عشان كده الكيرف بيشفت ايه؟ رايت، لان الافينيتي بتقل. اذا الاسيديتي بتقلل الافينيتي، الاسيديتي بتقلل الافينيتي. بعد كده بيقول لي زياده البلاد تمبريتشر، زياده درجه الحراره، وعاوزك تعدي لي كلمة وانزل لي على الماسكولار اكسرسايز، المجهود العضلي. واسمع اللي هقوله ده، لما بتعمل مجهود عضلي الحرارة بتعلى، والعضلة بتطلع سي او 2 بتطلع هيدروجين، فالهيموجلوبين اللي رايح لها بالعوامل دي كلها يقوم جاي سايب لها اكسجين. يعني اصلا هي كلها عوامل مرتبطة مع بعض. مين اللي بيبدأ الأول؟ الماسكولار اكسرسايز يخلي الحرارة تعلى، لما بتعمل مجهود حرارتك بتعلى، فالنسيج يطلع سي او 2 ويطلع هيدروجين، والاثنين يعملوا اسيديتي، فالهيموجلوبين يسيب الاكسجين للنسيج، يقول له خد اتغذى. ومعانا عاملين كمان زياده حاجه اسمها 2 و3 دي بي جي، وهنعرف يعني ايه دلوقتي. ومعانا كمان انكريز الاتش بي كونسنتريشن، زياده تركيز الهيموجلوبين زي حاله البوليسايسيميا. كان البوليسايسيميا كانت يعني ايه؟ زياده عدد كرات الدم الحمراء، لما كرات الدم الحمراء تزيد يبقى كم الهيموجلوبين زاد. خد بالك كم الهيموجلوبين بيشفت الكيرف لفين؟ للرايت، يعني بيخلي الافينيتي تقل. الهيموجلوبين الكتير بيخلي الافينيتي تقل. حد عنده تفسير؟ هو الهيموجلوبين وظيفته ايه؟ بيشيل اكسجين صح؟ احنا هنا بنقول ان هو بيشيل اكسجين. دلوقتي لما يكون الهيموجلوبين كتير قوي، انت خايف من شيل الاكسجين؟ انت خايف قلقان من حاجه؟ لا ليه؟ هو كده كتير اصلا، فكده كده هيشيل، فانت مش محتاج تعلي الافينتي، لان اصلا الهيموجلوبين كتير فهو هيشيل. تعالى اقول لك العكس بقى، يعني لو حاله انيميا معناها الهيموجلوبين قليل، في الحاله دي الهيموجلوبين مش ضامن ان هو يشيل، فيعمل ايه؟ يعلي الافينتي قوي عشان يسحب اللي يقدر عليه. انما لو الهيموجلوبين كتير خلاص احنا كتير مش قلقانين، فقلل الافينيتي. تعالوا بقى بص هوهاته ازاي. الفاكتور اللي بتشفت الكيرف اليمين معناها انها بتقلل الافينيتي، معناها الهيموجلوبين بيسيب اكسجين اكتر للنسيج، يعني دي عوامل النسيج. فالنسيج بيعمل اكسرسايز، حرارته بتعلى، بينتج عنه الدي دي جي، وبينتج عنه السي او 2، وبينتج عنه هيدروجين، فيعملوا اسيديتي، يعني البي اتش تقل. بالبوهر افكت نلاقي الهيدروجين والسي او 2 والاسيديتي وزياده الاكسرسايز وزياده الحراره وزياده الدي بي جي وزياده الهيموجلوبين، ده كله بيخلي الهيموجلوبين يسيب اكسجين اكتر للنسيج، يعني الافينيتي قلت. واخدين بالكم ان كلهم زياده، زياده سي او 2، زياده اتش، زياده اكسرسايز، زياده حرارة، زيادة دي بي جي، زيادة هيموجلوبين. حاجة واحدة بس اللي قليلة، البي اتش، بي اتش بتقل. أي زيادة الأفينيتي تقل. افهمها كده بقى، خليك عارفها كده. أي حاجة تزيد تخلي الأفينيتي تقل. مكتوب عندك زيز فاكتور بتقلل الأفينيتي، وده معناه إن الهيموجلوبين بيدي أكسجين أكتر للأنسجة. وبص الكلمة مكتوبة بقى، بيقول لي فيرست فور فاكتور، أول أربع عوامل
بيحصلهم لما التيشو اكتيفيتي بيزيد ديورنج الماسلر اكسرسايز. انا لسه قايل لك حالا لما بنعمل ماسلر اكسرسايز مين بيزيد؟ الاتش والسي او 2 والحراره والدي بي جي. هو بيقول لك اول اربع عوامل دول اصلا بينتجوا من العامل الخامس. اللي هو ايه العامل الخامس؟ الماسلر اكسرسايز. يعني اول اربعه جايين من الخامس، والسادس ده حاجه باثولوجيكال، حاجه مرضيه. تعالوا كده نبص على الفاكتورز شيفتنج الكيرف للليفت. بص بقى فكرت انت كده، الفاكتور اللي بتشفت الكيرف للليفت معناه انها بتزود لفين؟ يعني الهيموجلوبين يمسك ولا يسيب؟ يمسك. يعني هو فين؟ في اللام. والعوامل اللي انا قلتها فوق دي كلها مش موجوده في الرئه. فوق قلنا زياده، تحت قلنا العكس. هو احنا فوق زودنا هيدروجين، تحت بيقول لك ديكريز الهيدروجين. ولما زودنا الهيدروجين معناه ان البي اتش قللت، هنا تلاقي البي اتش زادت. هناك قلنا انها اسيدوز، هنا تبقى الكالوز. تاني حاجه قلنا زياده السي او 2، هنا نقص السي او 2. زياده التمبريتشر فوق، نقص التمبريتشر تحت. زياده الدي بي جي فوق، نقص الدي بي جي تحت. زياده الهيموجلوبين زي البوليسايسيميا، نقص الهيموجلوبين زي الانيميا. وهنزود فيتا بلاد. ايه فيتا بلاد ده؟ دم الجنين. دم الجنين اسمه الفيتا بلاد. حد عنده تفسير ليه الفيتال بلاد بيشفت الكيرف للشمال؟ هو يعني ايه بيشفت الكيرف للشمال؟ افينيتي عاليه. بيقول لك ان دم الجنين الافينيتي بتاعته اعلى من دم الام. اديني سبب. عشان هو معتمد ان ياخد اكسجين من دم مين؟ من دم الام. فلازم الافينيتي تكون اعلى عشان يعرف يسحب اكسجين من دم الام. ممكن ده سبب برضه. بس انا بتكلم عن الهيموجلوبين نفسه. لا لا بص على الهيموجلوبين كده، يقول لك فيتا ايه؟ بلاش فيتا بلاد، قالت لي هيموجلوبين. اسمعوا دي بقى يا جماعه، تركيب الهيموجلوبين بتاعنا احنا غير تركيب الهيموجلوبين بتاع الجنين كهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيكون اربعه تشين، عندنا اثنين الفا واثنين بيتا. عندنا احنا في الغلط، عند الجنين في تغير في الهيموجلوبين ده، يعني غير بتاعنا. يا ربنا خلى الهيموجلوبين في الجنين غير الهيموجلوبين بتاع الأضل. ربنا خلى الهيموجلوبين في الجنين بطريقه ان هو يشد اكسجين اكتر. يعني الفكره كلها ان الهيموجلوبين اصلا متصنع في الجنين غير بتاعنا احنا، مختلف عن بتاعنا. ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص كتركيب. بقى مين افينيتي اعلى من الثاني؟ الفيتس اعلى من الام فياخد اكسجين من الام. بص هقولها ازاي بقى؟ اي زياده مع نقص البي اتش، اي زياده مع نقص البي اتش يقلل افينيتي، واي نقص مع زياده البي اتش زود الافينيتي. يعني انت ماشي مع مين؟ مع البي اتش وعكس الباقي كله. انت ماشي مع البي اتش عكس الباقي كله. فلو سالت اي حاجه زادت بره البي اتش يبقى الافينيتي قلت، يعني الكيرف شفت رايت. واي حاجه قلت معناها ان الافينيتي زادت، يعني الكيرف شفت شمال. امال لو البي اتش قلت يبقى الافينيتي قلت، امال لو البي اتش زادت يبقى الافينيتي زادت. والفاكتورز دي والله 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 جايه في الامتحان. هبدا اصلا كتاب الريسبيريشن ده كله ليه؟ عشان الصفحه دي. كتاب الريسبيريشن كله اصلا هي الصفحه دي، هو الاوردر سيشن كيرف اصلا. عشان كده ما ينفعش يعديها ما يجيبهاش. انتوا لو خدتوا بالكم في كلمتين اتنين لغايه دلوقتي مش واضحين عندكم، ايه وايه؟ دي بي جي والفيتال بلاد. عشان كده عامل لك ملحوظه اهوت، خلينا نتكلم يعني ايه الدي بي جي وايه هو الحاجه الغريبه في الفيتال بلاد. بالنسبه للدي بي جي بيقول الرول اوف 2 و3 دي بي جي ان الاو 2 هيموجلوبين اسوشيشن. الدي بي جي ده بيقول لي بيكون اثناء الان ايروبيك جلايكوليزيس جوه كرات الدم الحمراء. يعني ايه؟ بيقول لك دي ماده بتنتج في كرات الدم الحمراء اثناء عمليه الان ايروبيك جلايكوليسيس. يعني ايه برضه؟ بصوا، ولما النسيج يكون عمال يعمل مجهود يعمل مجهود يعمل مجهود، بيشتغل الاول انه بيحرق ايه؟ لا بيحرق الجلوكوز، بيحرق الجلوكوز عشان يجيب طاقه. ما احنا عارفين حرق الكربوهيدرات هو الاساس ان هو يجيب طاقه. الاول بيحرق وفيه اكسجين، فحرق الجلوكوز اسمه جلايكوليسيس. حرق الجلوكوز اسمه جلايكوليسيس. في وجود اكسجين بنسميه ايروبيك جلايكوليسيس. بنسميه ايه؟ ايروبيك. لما دلوقتي العضله عماله تعمل مجهود 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 مجهود، كم الاكسجين اللي فيها؟ بيقل. فتقلب بدل ايروبيك تبقى انايروبيك.
ولما العضله تشتغل انتاج طاقه في عدم وجود الاكسجين، كرات الدم الحمراء بيتكون فيها ماده اسمها 2 و3 دي بي جي. حد فهم ليه بتتكون وليه هتتكون؟ يعني هي ليه اتكونت اصلا؟ عشان ما عادش فيه اكسجين فدخلنا حاله ان ايروبيك جلايكوليس. امال هي عملت نفسها؟ خلت الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء الافلين بتاعته تقل، فقام جاي مد له اكسجين للنسيج اللي كان ما عادش عنده اكسجين. يعني لما بكون الحاله حاله ان ايروبيك جلايكوليس مفيش اكسجين، فتنتج ماده اسمها دي بي جي تخلي الافينيتي تقل، فالهيموجلوبين يسيب اكسجين فيجي اكسجين. اذا دي بتتكون في حاله ان ايروبيك جلايكوليس في كرات الدم الحمراء. بيقول لي ات بايند مع البيتا تشين في الهيموجلوبين. انا قلت لك الهيموجلوبين بتاعنا بيكون 4 تشين، 2 الفا و2 بيتا. الدي بي جي بتمسك مع التشين اللي اسمها البيتا فتخلي الاكسجين يسيب من الهيموجلوبين، يعني الافينيتي تقل. وده كده انتوا عرفتم ازاي بتطلع الماده اللي اسمها الدي بي جي. عاوزين نبص على الفيتال بقى اللي بنسميه اتش بي اف. اتش بي اف ده الهيموجلوبين بتاع الفيتوس. بيقول الفيتال هيموجلوبين كاري مور او 2 زان الماترنال. وايه الماترنال ده؟ بتاع الام. اذا هو بيقول لك الدم بتاع الجنين الطبيعي بتاعه ان هو بيشيل كم اكسجين اكتر من دم الام، وده طبيعي اصلا. حد عارف ليه؟ الجنين الرئه بتاعته مش شغاله. الجنين الطبيعي الرئه مش شغاله، فاعتماده الكلي في الاكسجين على مين؟ على امه. انما امه كده كده عندها الرئه شغاله، وبالتالي الاعتماد عندها على الرئه، انما الجنين اعتماد على الام، فلازم ياخد من الام، فلازم الافيرتي بتاع مين تكون اعلى من مين؟ الافيرتي بتاعت الجنين لازم تكون اعلى من الافيرتي بتاعت الام. مكتوب عند حضراتكم بيقول ذا جريتر ذا افينيتي اوف الفيتال هيموجلوبين، كل ما زادت الافينيتي بتاعت الفيتال هيموجلوبين اللي هو الجنين اتش بي 4 او 2 لفيلات للاو 2 فاسيليتيت الموفمنت اوف او 2 بتسهل حركه الاو 2 منين لفين بقى؟ من الام للجنين. اذا لازم الافيلتي بتاعت مين تكون اعلى من مين؟ الفيتوس اعلى من الام عشان ياخد اكسجين من الام. ولكن بالنسبه للفاكتورز افكتنج كلها، واوعى تنسى اللي هقولها دي. كلام الصفحتين دول متمثل في اللي هقوله الاتي. الكيرف يا بيشفت يمين يا بيشفت شمال، شفت يمين افينيتي قلت يعني سبت اكسجين، شفت شمال يعني افينيتي عاليه يعني مسكت اكسجين، يمين يبقى انت في نسيج، شمال يبقى انت في الرئه، شوف العوامل بتاعت النسيج كلهم زياده، عوامل الرئه كلهم نقصان مع الفيتال في الحاجات اللي بتشفت لي الليفت، وعرفنا يعني ايه الدي بي جي، وعرفنا يعني ايه الفيتال، وامبارح كنا خدنا المايوجلوبين اسوشيشن كارد، ايه الفرق بين بتاع المايوجلوبين والهيموجلوبين؟ المايوجلوبين كان اس شيب، انما ده كان بنسميه ريكتانجلر هايبربولا. وكان ده بيقول لك فيه خاصيه كده انه ما بيسيبش الاكسجين الا لما ضغط الاكسجين يقل قوي، ساعتها يبدا يسيب. عشان كده بتلاقيه اول ماشي بالعرض ثم نزل مره واحده فيرتيكال لما يكون ضغط الاكسجين ايه؟ قل. وقلت لك امبارح كلمه كان واحد بيخدم بعد ما التاني يخلص، اللي هو مين؟ المايوجلوبين بيخدم على الهيموجلوبين لما يخلص. انهي افينيتي اعلى من التاني؟ المايوجلوبين اعلى من الهيموجلوبين، وعشان كده الكيرف بتاع المايوجلوبين كان على الليفت ولا على الرايت؟ على الليفت، عشان الافينيتي اعلى بتاعت الهيموجلوبين. وده كده بالنسبه للاو 2 كارج باي بلاد كله. مالهاش علاقه بيها، ده حاجه وده حاجه. المايوجلوبين ده بتاع عضلات، الدي بي جي بتاع دم، الهيموجلوبين في الدم، الهيموجلوبين في الدم ملوش دعوه باي حساسيه، ده بتاع دم، المايوجلوبين ده في العضلات. وضحها لك تفصيليا بعد ما تخلص بقى، طالما انت عاوز تعرف.